فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زلنا مع صحيح البخاري، نريد أن ننتهي من الحديث. حديث طويل جدا، يعني أقصد مسائله كثيرة، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني مائل، وإن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حدوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. تكلمنا وبينا بأن من الأدلة الظاهرة على ذلك خديجة نسابة، مغربية نسابة، تعرف التاريخ والمواطن، لذلك أتت لك أمان سلام بمن عندكم من الحق، أن عندكم كثير من التصوف، أيضا التصوف عارم في الجزائر معروف. طيب، قلنا قد ثبتت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، ولا يقال بأنه لم تكن عراق حتى يوقتها. قلنا لم تكن شام ولم تكن مصر حتى وقت لها الجحفة، فهذه ليست هذه علة عليلة، هذه علة عليلة. ومن علم حج على من لم يعلم. طيب، عضديها عائشة وكوني معها، أعرف ذلك، أحسن الله عليكما. عامة صاحب العقيدة السليمة لا يضره شيء بحال من الأحوال، لا يضره شيء بحال من الأحوال، ولا يهاب شيئا بحال من الأحوال. في النقاط التي نتكلم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، نعم، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة فمن مكة. ولذلك ابن المنذر قال: العلماء متفقون على أن يهل أهل مكة للحج من مكة، وهذا عام الحديث، لأنه قال: حتى أهل مكة فمن مكة. أما العمرة فلا، لأن العمرة زيارة، والزيارة لا تكون إلا لمن جاء من الخارج، فلا بد أن يجمع بين حل وبين حرمة، بين حل وبين حرمة. واختلف العلماء هل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله أم من الميقات على قولين. الجمهور يرون بأنه يجوز له أن يحرم يعني من دويرة أهله، وقول أبي حنيفة والثوري والشافعي أيضا قال بذلك. الثاني أحمد وإسحاق، وهم الأسعد بالدليل، ولذلك الشافعي له قولان في المسألة، قال من الميقات وقال من دويرة أهله، ولذلك اختلف أصحاب الشافعي على وجوه في المذهب أيهما أرجح، أن يكون من الميقات أم من دويرة أهله. وطبعا الذين وجهت نظر فقهية لمن قال من دويرة أهله، المشقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وأما الوجهة الفقهية الصحيحة السديدة عند الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق هو التزام السنة، التزام السنة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة فمن مكة، أو من كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ. فقالوا، وطبعا مالك بيّن ذلك عندما قال له الرجل: زيادة الخير خيرات، لما تمنعني؟ قال له: ترى أنك تقدمت لشيء قد تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في مسند أبي يعلى عن أبي أيوب مرفوعا رضي الله عنه وأرضاه: ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. هذه أيضا من المرجحات أنه يحرم من الميقات لا قبل الميقات، لأنه قال: ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. ولذلك مالك قال للسائل، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر هنا قولا فعلا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وصيبهم عذاب أليم. وهو قال له في التعليل، قال له: يا بني، أترى نفسك تقدمت إلى شيء قد تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج ولا بالعمرة قبل المواقيت. قال: لا يحل،
لأن السنة عنده حاكمة، السنة عنده حاكمة. فإن أحرم أحد قبلها وهو يمر عليها فلا إحرام له، ولا حج ولا عمرة إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام، فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام. وعمر كره ذلك وعثمان كره ذلك، الحق كثير من الصحابة يخلون بهذا. والمسألة على أقوال ثلاثة، منهم من أجاز مطلقا، ومنهم من كره مطلقا، ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب. وصحيح ما قلنا، السنة أولى أن تقدم. ووجد نظر الحنفية وقول الشافعية أيضا أن من قوي على ذلك فله، وهذا زيادة أجر، وكما قلت الأجر في اتباع السنة، الأجر في اتباع السنة والاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولي ولمن أتى عليهن، أي قاصدا دخول مكة قصد الحج والعمرة، أو لم يقصد عند أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول من دخل الحرم لابد أن يحرم، والصحيح التفريق بين من دخل قاصدا الحج والعمرة كحطاب وصياد مثلا، هو دخل ما دخل أو دخل ولم يقصد الحج والعمرة. فالجمهور أنه من دخل لا يقصد الحج والعمرة فهذا يدخل دون إحرام ولا يلزم بالإحرام. والحنفية قالوا يلزم كل من دخل الحرم لابد أن يحرم، والصحيح أن النبي قال تصريحا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا لم يرد الحج والعمرة، إذا لا يلزمه الإحرام. فالحطاب والصياد وغير ذلك لا يلزمه الإحرام. حديث اللزوم على القاصد لأداء النسك خاصة، وهذا مذهب الزهري وابن مصعب في آخرين. قال ابن قدامة من لم يرد النسك قسمان، يريد حاجة فيما سواها فلا يلزم الإحرام قطعا، لأن الشرع أتى بدرا مرتين ولم يحرم ولا أحد من أصحابه، فإن بدأ له أحرم من موضعه ولا شيء عليه. وبه يقول مالك أبي حنيفة. وحكى ابن المنذر عن أحمد فرجل يخرج لحاجة ولا يريد الحج فجازوا ذا الحليفة ثم أراد الحج ويرجع إلى ذي الحليفة فيحرم به، وبه قال إسحاق. والصحيح ظاهر الحديث محكم. قال والقسم الثاني من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها، كمن يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحطاب والحشاش مثلا وناقل الميرة، ومن كله ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لا إحرام لهم. والصحيح أن نقول في الأمر ظاهر الحديث دون أن نأتي بالتفصيل، ظاهر الحديث من أراد الحج والعمرة لا يمر إلا محرما، لا يمر إلا محرما. ومن هذا أيضا مكة ليست ميقات عمرة، لأن مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له رضي الله عنك عائشة، لما قالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجعون بحج عمرة وأرجع أنا يعني بحج دون عمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيها أعمرها من التنعيم، فجعلها تذهب إلى الحل. فلذلك العمرة زيارة، والزيارة فيها لابد أن يجمع فيها المكلف بين حل وبين حرمة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه عبد الرحمن أن يعمر عائشة من التنعيم، وكما قلنا بأنه لابد أن يجمع لها بين حل وبين حرمة. هذا بالنسبة للعمرة لأنها زيارة. فمن أراد العمرة وفي مكة لابد أن يخرج إلى الحل ثم يرجع محرما بالعمرة، ثم يطوف بالبيت، ثم بالسفر المروة، ثم يقصر أو يحلق فيكون قد قضى عمرته. قال مالك ما رأيت أحدا أحرم بعمرة من الحرم، ولا يحرم أحد بعمرة من مكة، ولا تصح العمرة عند جميع العلماء إلا من الحل لمكي ولغيره، لأنها زيارة، والزيارة لابد لها من جمع بين الحل والحرمة. لذلك قال ابن المنذر وهذا أشبه، وحكى الثوري عن عطاء أنه من أهل بعمرة من مكة أنه لا شيء عليه. قد أقول شاذ، والصحيح أنه لابد أن يعتمر، إذا أراد أن يعتمر وهو من مكة أن يخرج إلى الحل ويجمع بين الحل والحرمة.
خلاص نحن نقول إذا أهل بها لزمته ويخرج إلى الميقات. وقال ابن المنذر: المحرم بعمرة من مكة تارك لميقاته فعليه أن يخرج من الحرم ليكون قد رجع إلى ميقاته، كما نأمر من جاز ميقاته أن يرجع ما لم يطف بالبيت، فإن لم يخرج إلى الحل حتى يفرغ من نسكه فعليه دم كما يكون ذلك على من ترك. الحق أنه كما قال مالك لا عمرة لمن أحرم من مكة، لابد أن يجمع بين الحل والحرمة. وفي الحديث إثبات يلملم لأهل اليمن، وابن عمر قال يزعمون ذلك أنه لم يسمع، وهذا حديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما في قول عمر انظروا حذوها من طريقكم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أهل الأصول أو لأهل الأصول على حجية القياس، على حجية القياس. نعم. ويا قد قال والذي بعث إلى أبي موسى قال ألحق النظير بالنظير. ولذلك لما قالوا في القياس هي ذات عرق أم هي بطن العقيق، ولذلك الشافعي قال حيطة أن يحرم من بطن العقيق يكون قد أحرم ذات عرق، ومن أحرم ذات عرق فقد أحرم من التوقيت الذي ثبت بالنبي على ما قلنا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اجتهد فيه عمر فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: المواقيت توقيفية. قالوا طب عمر مش اجتهد؟ قلنا عمر له سنة مستقلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلدين بعد أبي بكر وعمر، يتبع أبي بكر وعمر يرشدوا، أبو عمر له سنة مستقلة. نعم. وجوب رجوع العلماء. شوف لما يعني لما فتح هذا المصران أتوا عمر الخطاب قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل النجد قرنا وهو جول عن طريقنا، يرجعون إلى العالم ليبين لهم كيف يحرمون. ولله الحمد منه. لو في أسئلة تفضلوا. هنا انتهت الدروس الليلة والله الحمد منه. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.